بفضل جهود شباب وشابات جمعية الشباب للإبداع والتواصل، نجحنا بحمد الله في إطلاق النسخة السادسة من قافلة زرع الابتسامة. وبعد مسار طويل امتد من عملية جمع المساعدات التي تنوعت من ملابس وأغطية وأحذية وتجهيزات صوتية ومواد لتبليط أرضية المسجد وغيرها من المساهمات التي تكرم بها أهل الجود والسخاء، في جو مفعم بالحماس وبروح عالية من المسؤولية وحس تطوع بارز، شمر الشباب والشابات على سواعدهم لإيصال تلك المساعدات للدواوير المستهدفة نواحي منطقة أولوز إقليم تارودان، وذلك بعد طريق طويل وشاق استمر لساعات. خصص أعضاء جمعية الشباب للإبداع والتواصل يوم السبت لوضع بصمتهم في مسجد أولوز من خلال تركيب الصوتيات في المسجد بالإضافة إلى بعض أعمال التزيين والتنظيف. احنا الحمد لله اليوم كنتواجدوا بمسجد تامغلت نواحي أولوز جامعة تاودانت. كيف ما كتشوفوا احنا جينا في اطار قافلة تضامنية في نسخة السادسة، واللي الحمد لله كان من خلالها كنحاولوا سواء كنقادوا مدرسة ولا كنقادوا واحد المسجد، وهذا العام ان شاء الله تحتنا فرصة ان شاء الله نديروا اعادة تأهيل واحد المسجد اللي كان في هذه النواحي، بحيث قمنا ب تجهيزه من حيث الصوت، إضافة الصوتيات، كذلك من ناحية زرابي وزرابي الصلاة ومصاحف. بسم الله الرحمن الرحيم، تأتي هذه النسخة السادسة من قافلة زرع ابتسامة تحت إشراف جمعية الشباب للإبداع والتواصل، لتكمل المسار الذي تشتغل عليه الجمعية والذي كان في 5 محطات سابقة في إقليم شيشاوة مثلا في منطقة إيمين دونيت، والآن في منطقة أولوز إقليم تارودانت. تحاول القافلة أن تكون جامعة مانعة، وذلك من خلال الإحاطة بالجانب الاجتماعي مثلا لهذه المناطق التي تمت زيارتها، من خلال توفير بعض الملابس وبعض المعدات التي يحتاجها الإقليم. بينما استمتع أطفال الدوار في اليوم التالي والأخير بأنشطة تربوية وترفيهية وألعاب جماعية حيث انعكست البسمة على وجوههم، كنا نعتقد بداية أننا سنذهب لمساعدة أولئك الأشخاص، لكن في الواقع ساعدنا أنفسنا أيضا، وهذا هو جوهر العمل الجمعوي.
كما لا يفوتنا أن نتقدم بكامل عبارات الشكر والتقدير لساكنة الدوار الذين أكرموا ضيافتنا بسخاء معهود في المغاربة ومستوطن في أصالتهم. لقد راقنا رقيهم ودماتة أخلاقهم وألهمنا جمالهم الروحي لنعيد التجربة. نحن رحيم مطيع إجابي كريم لإذاعة التواصل الجديد هذا التوقف لله وصلنا لنهاية الأفلة في النسخة السادسة تنشاد ديال الوليدات خلال عدة أنشطة الصباح من ناحية الجنون من ناحية المسابقات من ناحية الألعاب نتمنى من الله عز وجل أن تقبل هذه المبادرة اللي كانت فيها قافلة تضامنية مع زلزال الفوز. هذه القافلة ضمت ثلاث مراحل تجهيز صوتيات المسجد قافلة تضامنية لجمع الملابس زائد أنشطة صرفية للأطفال باسم رئيس جمعية إذاعة التواصل نشكر جميع جمعية إيمولا للبوار والأولوز إقليم تيرودانت. نخلي لكم كلمة الآن مع سيد رئيس جمعية إيمولا تيرودانت. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أولا نعرفوا رئيس جمعية إيمولا ودوار تصاميت يعني دوار تيميكر تصاميت كان جاء تحيات شكر رئيس جمعية طلائع الإبداع جمعية شباب التواصل على البادرة اللي قدموا لنا بادرة طيبة يعني بادرة خيرية يعني جابوا داروا عاشقة للدراري ويعني قاموا بجميع الأعمال الاجتماعية جزاهم الله خيرا عنا وكنشكرهم على التعب ديالهم الطريق راه ما كانتش سهله 700 كيلومتر ديال الطريق راه كنشكرهم على هذا المجهود اللي بذلوه من قبلنا كنشكرهم بزاف بزاف وكنستحقوا التشجيع على هاد الشباب راه قلال قلال كيتلقاهم جزاهم الله خيرا الله يجزيكم بخير